وما شاء الله عرفته، كنشوف لي ستوري ديال صحابي وصحاباتي اللي مشاركه معاهم في الانستغرام، وكل شيء فيه واحد لي ستريس، واحد لي ستريس بالمباراه. عرفتي الله يحسن لكم العوال. خصنا مستريسي غا مع حياتي مع كوزينتي، خصني نغسل ليها الماعن. اللي سولتني واش تفرجت في الماتش، انا ما تفرجتش فيه حبيبي، ولكن انا كنتسنى هيسالي باش نسول صاحبتي الحكومه شكون اللي داها. كنتمنى يديها ان شاء الله المنتخب المغربي، ولكن المغاربه حاولوا على ريوسكم. واني انا بعدا كنظنكم كنتو كتخدموا هاد لي ستريس في حياتكم، يعني تستريسوا باش توصلوا لواحد الهدف كنتو توصلوا ليه، والله العلي العظيم زعما. ولكن المهم ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي نربحوا، يا ربي ان شاء الله نربحوا نربحوا نربحوا. الا خلوني نغسل المعينات ونشوفوا شنو يوقع. مبروك 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 المنتخب مبروك. عرفتوا فرحت فرحت فرحت، غير ما عنديش الجهد باش نخرج نحيح في الزنقه، حيت عندي البنيه صغيره وغدا المدرسه. حيت اليوم كانت فيستا عندنا في اسبانيا، ما كاينش الخدمه، ما كاين حتى واحد ما خدمش، واحد ما قاري، غير ما لقيتش الجهد. كون عندي اللي شد ليا لونا كون خرجت درت شويه نوع. نظن صح في الناس عندك ودرو عندك ودرو، انا نكفز. المهم مبروك علينا، انا فرحت بزاف والله الحمد لله من الصب. كنتمنى من الله ان كيف ما المنتخب هز لينا راسنا، بلادنا تسقم وترجع زوينه وتولي زوينه وتولي فيها المعيشه زوينه، ويجي شي نهار اللي كاع المتغربين في اوروبا يرجعوا لبلادهم، يعني نرجعوا نسكنوا في بلادنا، ما نبقاوش كندورو في بلاد الناس. انا جد فرحانه صراحه، كان عندي احساس والله كان عندي احساس. واخا صراحه ما تبعتش، انا ما تفرجتش اليوم النهار كله في الماتش، انا النهار كله وانا كنتفرج في الافلام ديال الخوف، ولكن كنت متبع الاخبار، كنشوف كنسول شنو وقع شنو وقع شنو وقع. حتى دابا قالوا لي في البينالتيات 3-0، الحمد لله والله زعما فرحت فرحت بزاف، الحمد لله يا ربي الحمد لله. ايوا هذا ما كان ميسعد يعني. اي المغرب انا جايه.